مالت سفينة تجارية فاقترح ربانها أن يخففوا الحمولة، فاجتمعوا على أن يتم رمي بضاعة أحد التجار لأنها كثيرة. فاعترض التاجر، فثار عليه باقي التجار لأنه كان تاجرا جديدا مستضعفا. تآمروا عليه ورموه في البحر هو وبضاعته وأكملوا طريقهم. أخذت الأمواج بالتاجر وألقت به على شاطئ جزيرة مهجورة. مرت أيام والتاجر يقتات خلالها من ثمار الشجر وينام في كوخ صغير. هبت ريح قوية وفي غفلة منه اشتعل كوخه. صرخ: لماذا يا ربي؟ حتى الكوخ الذي يؤويني احترق. ونام التاجر ليلته وهو جائع من شدة الحزن. في الصباح حدثت مفاجأة، إذ اقتربت سفينة من الجزيرة وأنزلت منها قاربا صغيرا لإنقاذه. سألهم كيف عرفوا مكانه، فأجابوه: لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب النجدة، وأخبروه بأن سفينة التجار لم تصل وغرقت في البحر. فسجد التاجر يبكي ويقول: الحمد لله، إذا ساءت ظروفك فلا تقنط من رحمة الله.